بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التيمم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم يكون عند فقد الماء أو عند وجود ضرر باستعمال الماء. واحد مثلا انقطعت الماء وما في عنده ماء وبده يصلي، عنده إبريق مي، إن توضأ به عطش، بده يعطش، بده يطبخ ما في عنده، فمنقول له خلي ميات للشرب وتيمم وصلي بالتيمم. أو وجد عنده إبريق مي لكن مغرم بشرب الشاي، فبنقول له ساوي الشاي، شراب شاي وتيمم، يتيمم وبيصلي بالتيمم والصلاة صحيحة ولا إعادة فيها. وهي من نعمة الله، هي من التوسعة التي وسعها رب العزة على العباد بدين الإسلام، الحمد لله. نبدأ بالنسبة أول كل، التيمم معناه أولا القصد. نقول تيمم الكعبة أي قصدها، تيمم بيت فلان أي قصد بيت فلان. فمعنى التيمم هو القصد إلى صعيد طاهر. شوفوا الآية القرآنية، الله عز وجل قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد أخذ به الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من الغبار. لذلك التيمم بيكون بتراب له غبار، بتراب له غبار، هذا ما أخذ به الشافعي. وأما أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه فقال: الصعيد كل شيء من جنس الأرض، لقول الله تعالى: صعيدا زلقا، صعيدا زلقا. لو كان حجر أملس وما في عليه شيء بصح التيمم فيه، أي شيء من جنس الأرض يجوز التيمم عليه. وأما الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، الإمام مالك قال: الصعيد كل ما صعد من الأرض، فسواء تراب أو حجر أو بندورة مغبرة بيتيمم عليها، كوسة بيتيمم عليها، المهم أن يكون فيه غبار. فرضي الله عنهم، كل واحد أخذ بمفهوم خاص. والصعيد كما ذكرت لكم في مذهب أبي حنيفة، الصعيد هو الحجر الأملس، قوله تعالى: صعيدا زلقا، فيصح التيمم سواء على الجدار أو على الأرض أو على التراب، إلا على ما يفعله بعض الناس. يتيمم بجيب مخدة، يتيمم على المخدة، المخدم يقول فيها غبرة، يقول له لا يا أخي، الله قال صعيد الأرض فتيمموا صعيدا طيبا من الأرض. فبجيب بلاطة، مريض بالمستشفى بده يصلي ما بيصلي يتوضا، حط له بلاطة بيتيمم عليها حتى تذوب، جاهز. أو بحط له كمشة تطران بمحرمة بيتيمم فيهم
ويصلي والصلاة صحيحة. فهذا الصحيح. بده يستعمل التيمم بنية استباحة الصلاة. يقول نويت التيمم للصلاة منيح. نويت التيمم للصلاة صحة. صحة النية واوية. والتيمم طهارة ضرورية بأفعال مخصوصة. تأتينا الآن شلون بدنا نتيمم، بشرحها كلها إن شاء الله. تستعمل التيمم، يستعمل عند فقد الماء، هي وحدة، وعند الضرورة. عند فقد الماء وعند الضرورة، عند العجز عن استعمال الماء. عند العجز عن استعمال الماء أو الضرورة، يعني ما طالعين بالسفر ومعنا شوية مي والخبزات يابسين، ما بتاكل معنا، بدنا نساوي شوية شوربة، نتوضى ولا منساوي شوربة؟ شو رأيكم؟ نساوي شوربة ومنتيمم ومنصلي، لأنه الوضوء له خلاف وهو التيمم، أما الشوربة ما له خلاف. نساوي شوربة، نساوي شاي ومناكل ونتيمم ونصلي بالتيمم والصلاة صحيحة. شرع التيمم، هذا من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام، من خصائص أمة الإسلام. الله عز وجل أنزل التيمم في القرآن بآيتين، آية بسورة النساء وآية بسورة المائدة. شرع التيمم في السنة السادسة من الهجرة. التيمم ثبتت مشروعيته في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، القرآن يعني كتاب القرآن في سورة المائدة وسورة النساء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فقط هذا التيمم كما سيمر معنا إن شاء الله. وأما في السنة المطهرة فقد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا. هذا حديث اللي ورد. جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا. هي رحمة الله في المسلمين. لذلك بجوز تصلي بالطريق، بجوز تصلي بجنينة، بجوز تصلي بالبستان، بجوز تصلي بالمقبرة، بجوز تصلي بالكنيسة مع الكراهة، المقبرة والكنيسة فيها، أما وين ما قعدت بتصلي. لو واحد راكب بالطيارة وصار وقت الصلاة بيصلي احتراما للوقت حتى ما يفوت الوقت. عند البعض يعيد الصلاة أنه صلى وهو جالس، يصلي وهو قائم الأفضل، وهذا الأفضل. وعند البعض ما في أي عادة. أما الصلاة لا تؤخر عن وقتها. ما في مي تيمم. حتى ذكروا رضي الله عنهم فاقد الطهورين. فاقد الطهورين رجل مريض مفلوج، ما في حدا عنده، عم يبول بشيابه وعم يتغوط بأوعي، ودخل وقت الصلاة ما في مين ينظفه.
وضوء ما في مشروب، ما بده يتوضا، ما في استعداد للوضوء، بيصلي وهو على هذه الحاله. اوعيك الله نجلس فيها وما بلا وضوء. صلي على قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهو مسطع ما بيحسن بعيونه، الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر. طيب فلو طاب، الله ادله العافيه وطاب وغير اوعيه وتغسل، بعيد الصلاه؟ لا اعاده فيها. هذا دين الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هي الاحكام. هذا إذن السنة، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وين ما واقف تصلي، واحد ماشي في الطريق دخل وقت الصلاة ومتوضئ، طلع وقف على الرصيف وصلى، شو حكم صلاته؟ صحيح عرصي، صحيح بجنينة، صحيحة، فصلى أربع ركعات ومشي، فصلاتك صحيحة وتقبل الله منك. أي أرض ناشفة وتيممت فيها فهي صحيحة. بعد ما تيمم صلى، إجا واحد قال له أخي المحل اللي تيممت فيه أنت من يومين كان في دابة وبالت فيه، كان في دابة وبالي بهالمحل، جيت انت تيممت صلاتك ما صحيحة. قال له لا حبيبي، صلاتي صحيحة، لأن أيما أرض جفت فقد زكت، أيما أرض جفت متى ما نشفت طهرت، أيما أرض جفت فقد زكت يعني طهرت. نيجي عند الفلاح، فلاح عم يحرث الأرض وعم يحط لها العمارة اللي بيسموها الزبل، يعني سماد، عم يحط لها السماد. الزبل طاهر ولا نجس؟ شو حكمه؟ نجس. زرع وسقط، الطين كله شو صار؟ كله صار نجس. يعني الزرع شو صار؟ نجيز. مر عليها ثلاث أيام نشفت الأرض، لما نشفت طهرت وطهر ما فيها. إذا كل الزرع طاهر، تفضل. الإسلام أعطاك الحكم، وإلا كان ما بيحسن ياكل شيء الواحد. فأيما أرض جفت يعني نشفت فقد زكت. هاي الناحية لازم النسوان تتعلمها. البيت ما في بيت من بيوتنا إلا في ولد. الولد إذا بال على البلاط أو على الطار صحية، متركيها لتنشف متى ما نشفت طهرت. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: التراب طهور المسلم، التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء. التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج، يعني عشر سنين، ما لم يجد الماء. رواه النسائي والترمذي عن ابن عمر عن أبي ذر. حصلت مسألة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كان راكبا على الناقة فوقع منها، فأتى رأسه على حجر فشق رأسه،
وبات تلك الليلة فأصبح جنبا من شدة الوقعة، أصبح جنبا. فسأل جماعة أصحابه شو بدي أعمل؟ بدي أصلي صلاة؟ قالوا له بدك تتغسل. قالوا له يا جماعة إذا بدي كت الماء على الرأس بموت. قالوا لا بد لك من الغسل، ما بصير بدك تتغسل، ما في فتوى يا جماعة، ما في رخصة، ما في. قالوا له أبدا إلا أن تغتسل. فاغتسل فدخل الماء إلى دماغه فمات. بلغ الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام فغضب وقال قتلوه قتلهم الله. أما كان جواب العي السكوت؟ واحد جاهل ما بيعرف سكوت، أما تعد تفتي بدون فهم شو كان لازم يعمل؟ قال كان يكفي أن يحط عصابة على رأسه، بيمسح على رأسه بيغسل بدنه وطهور، بحط بيلبس كيس نايلون براسه هلا، كيس كيسين نايلون، بكت المي على بدنه وطهر من اليوم صلي. واحد عمل عملية بعيونه، مية زرقاء بمي بيضاء، عمل عملية ما بصير يغسل وشه، بده يتم جمعة ما يغسل وشه، شو بدك تعمل؟ تمسح عارضيك بالماء وجبينك من فوق العينين بيبزل وصح الوضوء. أما قال والله بدي أتوضى، لو بدي أفقد بصري، وتوضى فقد البصر، لا ثواب له في ذلك، فقد بصره ما في له ثواب، لأنه خالف شرع الله. الشرع تيسير الأمور على الأمة جل جلال الله الذي أنزل التيسير في كتابه. ما دام ما بيعرف الواحد يسأل شو بدي أعمل، طلع الجماعة كلهم على جهل في الحكم الشرعي. طيب استنى نروح نسأل، روح اسألوا أهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومر النبي عليه الصلاة والسلام بعد سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، بعثه في غزوة، الإمام بده يصلي تيون القائد، فعمر بن العاص هو القائد، أصبح وهو جنب بشدة البرد. الواحد ما شرط يحتلم، شدة البرد أو شدة الحر بيحتلم الواحد، فبده يتغسل. فكر إذا بده يتغسل بالمي، المي باردة جامدة مثل التلج صاير ثقيل، قال والله إذا بده يتغسل بموت، مي باردة. فتيمم وصلى إمام بالتيمم، صلى إمام بالتيمم والمقتدين متوضين. لما رجعوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله صلى فينا بالتيمم، بلا وضوء بلا غسل صلى فينا. فالنبي قال له يا عمر صليت بقومك وأنت جنب ما تغسلت؟ قال والله يا رسول الله قرأت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فقلت إذا بدي أتغسل بدي موت، ما سقع سيئ، والله عم يقول لا تقتلوا أنفسكم. فلما شفت الله عم يسأل يقول لي لا تقتلوا أنفسكم،
قال فتيممت وصليت بهم، فضحك النبي ولم يرد شيئا. ما قال له عيد الصلاة ولا قال له صلاتك ما صحيحة، ضحك. شو معناتها؟ معناتها صلاتك صحيحة والله يتقبل. خاف إذا بده يتوضأ. هلا واحد الله يعافينا بجاه النبي ويعافيكم ويعافي جميع المسلمين، واحد معه روماتيزم، الروماتيزم دائما بيأثر عليه البرد، إذا بيتوضأ بتم طول النهار عم بيرجف بردان ما بيدفى، ما يوجد عنده مي سخنة، والمي باردة في الشتاء درجة حرارة المي 3 تحت الصفر، وبده يصلي شو بيعمل؟ ما عنده لا بوتيغاز يسخن مي، ولا حمام يسخن مي، ولا ببور يسخن عليه المي، ماذا يصنع؟ قال له تيمم وصلي. قل انا جنوب، قال له تيمم. التيمم يقوم مقام الجنابه ومقام الوضوء. تيمم وصلي وصلاتك صحيحه. بالبلد مي موجوده ويتيمم؟ نعم، انه ماء بارد، هو معه روماتيز، اذا بتوضا مي بارد طول النهار ايديه ورجليه بترجف ما بيدفى، طول النهار بيتم بردان. فالاسلام قال له تيمم وصلي. هي كلها احكام شرعيه، بكره بناخذها بتوسعه ان شاء الله. لناخذ الحديث الاول. عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، بيداء الصحراء، حتى إذا كنا بالبيداء، صلى الله عليك يا رسول الله، أو بذات الجيش، منطقة قريبة من مكة، انقطع عقد لي، طوق ويقال له عقد، انقطع عقد لي، وين قطع ما بتعرف؟ قال فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه. دخيل النبي، ما أعظم النبي، هي زوجته، زوجته انقطع طوقها، وجيش كرمال الزوجة وقف الجيش كله، كل جيش وقفه، والنبي وقف عم يدوروا على طوق سيدنا عائشة. قال وليسوا على ماء، كل الجيش وقف ما في مي، وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر فقال ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ شايف بنتك شو ساويت؟ يعني الناس ما بيخلوا الواحد بهمه، بيزيلوا كمان، ضاع طوقها والنبي كله كمان، شايف بنتك شو ساويت؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، ما في مي، لا يشربوا لا يتوضوا لا يصلوا، ايه مشان طوها. فجاء ابو بكر قال ورسول الله واضع راسه على الخفيف قد نام. فقال ابو بكر، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولك يا كذا يا كذا، وقفت النبي وقفت الناس أنظم، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. النبي نايم على فخذها، خلي تنسقي بالخاصرته ولا بتتحرك كرمال النبي.
هذا الأدب يا ابني، هذا أدب الزوجة مع زوجها، تبذل جهدها ما تزعج الزوج نايم، فزت تركت زوجها فزت، ما عرفت هذه الأدب. واحدة كان نايم زوجها على فخذها وقالوا له لها اشتعلت النار في البيت، صح حقيقة يعني، فقالت والله لو أحرقتني النار لما تحركت، لو وصلت النار لعندي وأحرقتني ما بتحرك لأن زوجي متعب نايم على فخذي تعبان، خليه يرتاح. فطفئت النار وذكر ذلك لنبي زمانها فقال أطفأ الله نارها لبرها بزوجها، خدمتها لزوجها الله طفأ النار، لو تحرقني النار ما بتحرك. هكذا يجب أن تفهم المرأة معاملة الزوج، ما تدخل على قلب الزوج كرب ولا غم ولا هم ولا تزعجه. هلا الاولاد بيكونوا عم ينططوا ويعططوا والرجل فايت بده ينام بدون الصاح زمان، بتخلي البواب مفتوحه والاولاد عم ينططوا، خلي زوجك يدخل على الغرفه وسكري البواب وحطي الاولاد بالغرفه الثانيه ما يطلع صوت حتى الزوج ينام. هذا أدب الإسلام يا إخواني. فلا الزوجة متعلمة أدب الزوج ولا الزوج متعلم أدب الزوجة، ولا الله يعيننا مفكرين كله تزوجوا بس، أما شو الأدب؟ قد ما منعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله أم نايم صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما ما في مي، تم نايم بالصبح وجدنا عايشة يعني قاعدة قاعدة، النبي نايم على رجله حتى أصبح. فأنزل الله آية التيمم، إذن هذه الآية نازلة ليلا ولا نهارا؟ نزلت صبحا، في آيات نزلت في الليل، في آيات نزلت في النهار، في آيات نزلت بالسفر، في آيات بالحضر. قارئ القرآن يعرف آيات السفر وآيات الحضر وآيات الصباح آيات المساء. هي الآية إمتى نزلت؟ في الصباح، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. قال أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنا أحد النقباء، يعني أحد يلي النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم مشرفين على الدعوة وعلى العمل. قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما هي أول وحدة من صيلتكم وصحبتكم تعلمنا كثير؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير، بدنا نمشوا، فززوا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هنا عم يدور تحت الجمل، يا سبحان الله، هذه حكمة الله تعالى، من قطع الطوق تبعها وقعد البعير عليه ودوروا وبلا مي حتى ينزل الله الحكم للمسلمين توسعة ورخصة لهم، فتيمموا صعيدا طيبا. صلى الله عليك يا رسول الله. وعن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، ضاعت قلادة طوق، استعارت منها طوق. بصح المرض تستير من أختها أسماء أختها،
صارت من أخطى طهور لبسته للنبي عليه الصلاة والسلام نظر. طيب إذا أطهر إذا كانت متسببة، شوفوا الحكم الشرعي هذا، إذا كانت متسببة مثلا قامته ما لبسته، قامته عم تلعب فيه انفرط وضاع، هذا متسببة. إذا كانت متسببة بدها تجيب له طوق مثل حكايته، بدها تشتري له طوق مثله. أما إذا بغير سبب لبسته فانقطع وفرط فليس عليها أن تشتري غيره، وهذا كحكم شرعي. لذلك قالوا القاعدة يا ابني، الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي، هي قاعدة شرعية فضوة. الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي. بالنسبة للتيمم له 8 شروط، سجلون 8 شروط للتيمم. أول شرط النية، النية شرط عند الأحناف ركن عند الشافعية والمالكية، ركن يعني لو تيمم من غير نية لما صح، وتكون النية عند ضرب اليدين، لما بدك تضرب الضربة الأولى نويت التيمم للصلاة عند ضرب اليدين، ضرب اليد على الصعيد سواء كان حجر أو تراب أو غبر، والصعيد الطاهر فرض عند المالكية، شرط يكون طاهر فرض عند المالكية، شرط عند الشافعية والحنابلة. ويجوز عند الأحناف والمالكية التيمم بحجر أو صخر لا غبار عليهما، ومن جنس الأرض ما عليه غبرة ما عليه شيء، نازل المطر مثل هلا مثلا واحد مسافر وما يمنعه وبده يصلي ونازل المطر، الأرض كلها طين، قال له دور لك على حجر وتيمم على الحجر، الحجر نازل عليه مطر مغسول كله، قال له تيمم عليه وصحيح التيمم صحيح لو كان مغسول بالمي، ما من أرض من جنس الأرض بصح التيمم عليه. أما عند الإمام الشافعي لا يجوز إلا بتراب له غبار، تراب له غبار، الأرض كده طين شو بدنا نسوي؟ قال احفير، احفير الأرض تنزل لتحت شي 10 سنتي بيطلع الغبار، مطلع غبار بتتيمم. عند الحنفي ما بدال، فيا ترى لو هلا الشافعي قال الحنفي بيجوز؟ نعم، حنفي وشافعي واحد يا ابني، ما في حنفي وشافعي كل أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فلو تقلد حنفي وقلد الشافعي الصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك. وفي مذهب الشافعي لو تيمم على ثوب فيه غبار أو على مخدة فيها غبار جاز التيمم، على المخدة أو على جبة مغبرة حطيتها وتيممت عليها بصح، عند الشافعي صحيح.
ما في حجر، إذا نفضتها بيطلع غبرة، بتيمم عليها وصلاة، الصلاة صحيحة. يسروا، عم بحكي لكم على الحنفي والشافعي مشان تعرفوا يا ابني التوسيع. أنت حنفي على المذهب الشافعي صار مطبق الشافعي، على المذهب الحنفي صار مطبق الحنفي، كله جائز وكله صحيح. والنية تصح بقوله نويت التيمم للصلاة، نويت التيمم للصلاة بيمشي حال. لو قال نويت الطهارة بيمشي حال. أما إذا قال نويت التيمم لا تصح الصلاة به. بيقول نويت التيمم للصلاة، نويت رفع الحدثين بالتيمم للصلاة. أما إذا نويت التيمم فقط لا تصح الصلاة به. أو نوى التيمم لقراءة القرآن، إذا كان جنبا صحت الصلاة، وإذا كان غير جنب لا تصح الصلاة. واحد ما له جنب وقال نويت التيمم لقراءة القرآن، لا يصح أن يصلي بهذا التيمم. ليش؟ هذا حكم انتبهتوا له. نوى التيمم لقراءة القرآن، ليقرأ القرآن، قال نويت التيمم، هل يصح أن يصلي بهذا التيمم؟ لا. ليش؟ لأنه يجوز أن يقرأ القرآن بدون تيمم. أما لو قال نويت التيمم للصلاة بصح يقرأ القرآن فيه؟ بصح. طيب وإذا كان جنب قال نويت التيمم، نويت رفع الحدثين بالتيمم للصلاة، بصح يقرأ القرآن فيه؟ بصح. أما لو نوى قراءة القرآن وهو جنب يجوز أن يصلي بهذا التيمم. شو الفرق؟ الفرق بدون وضوء يجوز لك أن تقرأ القرآن بدون وضوء، فلذلك ما بصح بدك تنوي الصلاة. أما لما بيكون جنب ما بصح يقرأ القرآن، فهون صار القرآن جزء من الصلاة، فلو تيمم بقراءة القرآن وهو جنب يجوز أن يصلي بهذا التيمم، صار القرآن جزء من الصلاة. طيب الله، طيب هي أول واحد النية. الشرط الثاني العذر المبيح للتيمم، العذر المبيح للتيمم. كبعده عن الماء ميلا، الميل 1850 متر، يعني كيلو متر وثمانمائة وخمسين متر. هذا اللي أجمعوا عليه الفقهاء، ميل 1800، هذا ميل العبادة، ميل الصلاة، هذا ميل السفر 1600، هذا ميل العبادة 1850 متر. في البيت ما نوجد الماء، وقالوا لك الماء موجودة بالمزة، إلك حق أنه تروح للمزة لأجيب الماء؟ لا، بيتيمم بيصلي بالتيمم والصلاة صحيحة. هي واحدة. مسألة ثانية، خاف إذا توضأ بالماء خاف من شدة المرض، أو فقد ما يسخن به الماء، بل بودي غاز موجود لكن غاز ما موجود، أنينة الغاز فاضية والمي باردة، ويتيقن، ما بظن، بده يتيقن أنه لو استعمل الماء البارد
لزاد المرض وزاد الوجع، فبنقول له تيمم وصلي والصلاة صحيحة. مسألة ثالثة، الشيخ محي الدين قديش بيبعد عنا؟ يعني نص كيلومتر. واحد بده مي عشان يتوضا او يتغسل، والمي موجوده ما عرف مهدي، كانت في جهون موجوده بسفل الحاره، اموها اظن، ما هي اموها والله ما بعرف اموها ولا لا، انا كان بسفل الحاره في فيجه، لكن فيجه قاعد عندها واحد لص يلي عم يجي للمي بيقتله بياخذ منه المصاري، فاذا بدنا ننزل نعبي مي خفنا من هالحرامي الشرير يا بيقتل بياخذ مصاري، نتيمم ولا بننزل نعبي مي؟ نتيمم. المرأة بدها تطلع تعبي مي من البير بتضيع، لكن على البير في كلب، كلبان أو وحش أو قطع طريق، تطلع المرأة بتعبي مي ولا بتتيمم بتصلي؟ بتتيمم بتصلي. هذا الأحكام كلها مشان ينتبه المسلم شوف قديش الإسلام في بحبوها. طيب هي عند الخوف، سواء خاف عدو أو خاف العطش. خاف العطش، عندي أنا نصف فنكة مي وطالع على الحج، هالمي إذا بدي أتوضى فيها بدي أعطش، فبخلي المي للوضوء وشرب الشاي والشوربة ومرقة اللحمة وبتيمم. خبزات يابسين بدهم مرأة، طبخت المرأة اللحمة بالمرأة، بليت الخبزات وبتيمم. الإسلام عطاك على حسب حنانك وراحتك، لا ما في شيء مخالف للطبيعة جل جلال الله. ما أحلى الإسلام. مسافرين وأخذين معنا طحين مشان خبز، بدنا نعجن وبدنا نتغسل، في جنابة، نتغسل بالمي ولا بنعجن؟ أنو نعجن، أنا بدنا ناكل خبز، إذا تغسلت راحوا الميات ما بقى في خبز، فبتخلي الميات تعجن فيهن وبتتيمم وبتصلي بالتيمم. اللهم لك الحمد على هذه النعمة. سؤال، طالعين بالسيارة واحد معه تنكتير مي، فز جنب بده يتغسل والسيارة مفورة بدها مي، منحط للسيارة مي ولا منتغسل؟ إذا تغسل روح الميات، إلا إذا في طشط لأنه تغسل بالطشط وميات تغسل أصي فيه السيارة، إذا في طشط، إذا ما في طشط لأنه أصي السيارة وتيمم. هي ضرورة، هم في ضرورات. لو وجد معنا في السفر وجد معنا كلب ووجد معنا تارك صلاة، والكلب عطش وتارك الصلاة عطش، من نسقي؟ نسقي الكلب ولا نسقي تارك الصلاة؟ تأديب له مشان يتوب يرجع يصلي.
هذا كحكم شرعي. فهي ابني بدك ترجع حتى إذا بدك تعطش، إذا احتجت للعجين أو للشاي أو للقهوة، فلا مانع أن تتيمم وتستعمل الماء لما تنتفع به. طيب، بالنسبة لسقاية الكلب، عشان ما نخطئ نقول لك توضى في إناء واصقي ميات الوضوء للكلب. أما تسقي الكلب وتتيمم إلا إذا ما في إناء حطه طنجرة بتتوضى فيها والميات تسقي الكلب فيهن. فدائما من دور أنو الضرورة نستعمل الضرورة ثم نتيمم، والتيمم صحيح. طيب، نحن بالسفر شفنا بير، مي ما في معنى، في بير، بير على عمق 20 متر، وجد ما بس ما في عمنا لا سطل ولا حبل، ماذا نصنع؟ نتيمم ولا بدنا نتوضا؟ لا بدك تتوضا، المي غميه، بدك تفك اللفه، اربطها ببعضها، نزله بتبلها، بتطلع بتعصرها وبتتوضا. واذا ما في لفه مثل حكايتكم، الجرافة ما بتطول. هل يكلف انه ياخذ قميصه ويرطب الجرافة وينزل القميص بله؟ لا يتكلف، يتيمم ولو وراء الماء. فهون وجود الماء وغيبة الماء مثل بعضه البعض، لا يتكلف بأكثر من ذلك. طيب، واحد اجى على صلاة العيد، بيته ما في مي، واجى على الجامع مي مقطوعة، وصلاة العيد، يتيمم لها ولا بيتركها؟ صلاة العيد شمير على الحيط، بضرب ضربتين بيمسح بيصلي صلاة العيد بالتيمم ولا يضيع صلاة العيد. صلاة جنازة، إذا صلاة الجنازة وأنت ما لك متوضي والجامع ما في وضوء ما في مي، وبدين صلوا على الجنازة، تيمم وصلي على الجنازة. أنا بين ما يتيمم بين ما توضى وخلصت صلاة الجنازة، فصح يتيمم. ليش؟ لأنه صلاة الجنازة ما لها خلف، يعني ما في شيء يقوم بدالها. إذا مثلا ما رفعوا الجنازة خلصت الصلاة. كمان صلاة العيد ما لها خلف، أما صلاة الجمعة إجا واحد على صلاة الجمعة وما في مي بيتيمم، قال له لا بتتوضى. إذا فاتك الجمعة بتصلي صلاة الظهر، في بدالة الظهر. أما صلاة الجنازة ما في بدالة شيء، صلاة العيد ما في بدالها. فالصلاة اللي ما لها خلاف بصح تتيمم إلها وتصلي، أما الصلاة اللي إلها خلاف لا بد من الوضوء، تتوضأ وتصلي. أي كثير بتصير واحد يعني إجا بده يصلي صلاة الجنازة ما له متوضي، بما ينزل يتوضا ويطلع ونصلي على الجنازة. صلاة الجنازة ما دامت الجنازة موجودة على الأرض، متى ما ارتفعت الجنازة ببقى في صلاة، انتهت صلاتها. إلا مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يصلي صلاة الغائب، أما عند الحنفي بتكون الجنازة موجودة. فقالوا الإمام أبو حنيفة
شلون بتقول انه اذا ارتفعت الصلاه اذا ما موجوده ما بتصح الصلاه؟ شلون النبي صلى على النجاشي؟ شو يعني النبي صلى على النجاشي صلاه الغائب؟ قال لا، ما صلى على صلاه الغائب، بل اتاه جبريل يحمل امامه النجاشي فصلى النبي عليها وهو يراها. عند الشافعي لا، صلى صلاه الغائب بصح. حاصل بصح نصلي على الجنازه بالتيمم اذا خاف بما يتوضا تنتهي صلاه الجنازه فيصلي عليها بالتيمم. الله، لا اله الا الله. ويشترط للتيمم أن يكون بعد دخول الوقت عند الجمهور، عند الأحناف، عند الشافعية والمالكية والحنابلة، بعد دخول الوقت، بعد ما بيقدم بيتيمم. أما عند الأحناف حكم التيمم كحكم الوضوء، عند الأحناف حكم التيمم كحكم الوضوء، إمتى ما بدك تتوضى وإمتى ما بدك بتصلي فيه. أما عند الشافعية والحنابلة والمالكية بعد ما بيأذن تتوضى. فهون مذهب الإمام حنفي أوسع بالنسبة لذلك، فيتيمم ويصلي حكمه كحكم الوضوء. طيب ثالثا، هاي هلا اخذنا اثنين، النية والعذر المبيح. ثلاثة، الصعيد الطيب. الصعيد الطاهر فرض عند المالكية وشرط عند الشافعية والحنابلة. ويجوز عند الأحناف والمالكية التيمم بحجر أو صخر لا غبار عليها. فهم عند الأحناف والشافعي، انتبهوا علي، عند الأحناف وعند المالكية يجوز التيمم على صخر أو حجر ليس عليه غبار، لو مغسول بالمي تتيمم عليه وصحيح. عند الشافعية رضي الله عنهم والحنابلة لا يصح إلا على تراب له غبار، ولو ضرب بيده على لبيد لبادة أو على بساط أو على ثوب فعلق بيده غبار جاز التيمم عند الشافعية والحنابلة. إذن التيمم على ثوب فيه غبار جائز في مذهب الشافعية وفي مذهب الحنابلة. مذهب الحنفي والمالكي على الصخر بصح. طيب مسألة، رجل كان نائما استيقظ باقي للشمس 5 دقائق وهو جنوب، ماذا يصنع؟ إذا بده يتغسل راحت عليه الصلاة، والوقت تأخير الوقت يا ابني هذا أمر حرام ما بيصح، بده يلحق بالوقت، فماذا يصنع؟ نقول له تيمم وصلي بالتيمم، تقف وقفة المصلي، بيركع سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده وسبحان ربي الأعلى والتحيات لله ما عدا قراءة القرآن، ويعيد الصلاة. متى ما تغسل بيعيد الصلاة، وقف بوقف المصلي احتراما للوقت
حتى ما يكتب عليه أنه دخل الوقت وما صلى. احترام للوقت. فزد قبل الشمس بخمس دقائق، بما يتوضا بيكون طلعت الشمس، قال له دغري تيمم وصلي واقف. الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر سبحان ربي الاعلى العظيم، سمع الله وحمده. الله اكبر سبحان ربي الاعلى. الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر. خلص الصلاه قبل ما تطلع الشمس، صحت صلاته وعليه الاعاده. فنلحق الوقت، ادرك الوقت، فعليه إعادة الصلاة، عليه إعادة الصلاة، لأن الصلاة بالتيمم غير صحيحة بوجود الماء. بالنسبة إذن للتيمم، صلاة الفجر المفروض صلاة الفجر في الجماعة، واجتهدوا ما تتأخروا عن صلاة الجماعة، الله يوفقنا وإياكم. فلو واحد غط بالنومة فز، الشمس بتطلع على الساعة 6:30، طلع من الساعة 6:15، يعني باقي خمس دقائق طاهر، لأنك توضأ، تتوضأ مرة مرة، بيغسل وشه مرة، بيغسل ايدتينه مرة مرة، بيمسح راسه، بيغسل رجلتينه، بتوضأ الفرض فقط مرة مرة، بيغسل الوجه والايدتين، بيمسح الراس، بيغسل الرجلين، ثم يقف فيصلي. فإذا ركع ركعة وسجد قبل ما تطلع الشمس، بعد ما سجد طلعت الشمس، صحت الصلاة ولا إعادة عليها. متى ما أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، وذاك مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا لحق ركعة قبل طلوع الشمس أو ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الوقت. أما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، لو عم يقرأ إنك حميد مجيد طلعت الشمس، إذا قال السلام عليكم وطلعت الشمس، من اللي بدك تعيد الصلاة، صلاتك باطلة، ليسلم قبل ما تطلع الشمس. فهم مذهب الشافعي أوسع بالنسبة لها الحكم، أوسع، بما أنه بيتمم بيتوضأ الفريضة وبيصلي الفرض، وصحة الصلاة إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس. فزل الركعة الثانية طلعت الشمس، بنقول له كمل الصلاة وصلاتك صحيحة، الصلاة صحيحة. أما مذهب الشافعي شو، مذهب الحنفي شو حكمها؟ باطل، بده يعيد الصلاة. طيب وصلاة السنة، هذا فز متأخر، لحق فرض الفجر، لحق ركعة صحيحة الصلاة. والسنة، السنة دائما إذا تأخر الإنسان يصلي الفرض ويصلي السنة بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة، بوقت صلاة الضحى بيصلي سنة الفجر، وتقضى سنة الفجر، تقضى كما يقضى الوتر. سنة الفجر اللي بتفوته بده يقضيها، ففاتك قبل الصلاة بصليها بعد الصلاة، بعد الصلاة بيصلي سنة الفجر ولا تفوته. هي الصلاة سنة الفجر من الواجبات تعتبر، فلا يصح للإنسان تركها. النبي قال صلوهما الركعتين ولو طردتكم الخيل، لو كنتم في المعركة وهاجمين عليكم، صلي ركعتين السنة، سنة الفجر. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، السنة. فكيف بالفرض بقى؟ فإذا واحد فز متأخر بتوضى الفرض ويصلي الركعة الأولى إذا طلعت الشمس، ثم يكمل الصلاة والصلاة صحيحة.
ولا إعادة فيها إلا عند الحنفي فعليه إعادة، بده يعيد الصلاة. طيب هذا بالنسبة لي إنسان استيقظ وهو متأخر، هذا الحكم لإعادة الصلاة. طيب هذا اليوم درسكم عن التيمم بالنسبة للصعيد الطيب. هي نحن أخذنا ثلاث شروط من شروط التيمم. شو هذا التيمم بقى؟ لو اعتبرت هاي حجر بدي يتيمم، يمل كزله وبيشلح الساعة نويت التيمم للصلاة، ليكون فرشيخ إيديه بهذا الشكل، نويت التيمم للصلاة. إذا في اضطراب بدك إيده بيقربها وبيأخرها، ما عم نرفع إيدينا، ننفض الاضطراب. شايفين شلون؟ بهذا الشكل ما بصير يعمل هيك، بينفض الاضطراب. بيبدأ بمسح الوجه من منبت الشعر إلى الجبهة، الحاجبين إلى حاجبين إلى الريف إلى الأذان، الأنف تحت الأنف تحت الدقن. هاي أول مسحة. ضربة ثانية، ننفض، نمسح بإيد اليمين إيد الشمال ما عدا الكف. بإيد اليمين نمسح إيد الشمال ومنخلل وانتهى التيمم. هذا التيمم. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين. مشايخ الله يوجه لهم خير ويرضى عنهم يقول لك لما بدك تتيمم لا تحط ايدك، تمدها هيك لفوق وبعدين بتميلها ترفع هيك. هذا اي كيفية ما وردت، مهم بلغ ايدك الى المرفقين مثل الوضوء، بتبلغ ايدك ما عدا الكف. كف بدنا نفرج نمسح فيه الايد الثانية، بعد ما خلصت تخلي ايديك قم الى الصلاة. ان كنت جنبا هذا التيمم طهرت به، وان كنت غير متوضئ هذا التيمم طهرت به. تيمم واحد، ضربة للوجه وضربة للذراعين. مفهم علينا؟ امرأة بدها تفوت على الجامع وهي في العادة بدها تسمع الدرس، تتيمم عند دخول الجامع وبتفوت على الدرس تسمع وبدي ظهرها بتمشي. هذا بفضل الله في تيسير لكثير من الأمور. فلازم المسلم يتعلم التيمم وكيف يتيمم ومتى يتيمم. نويت التيمم للصلاة، بضرب الضربة إذا كان على الحجر على الحيط. في ناس بيقول لك أخي الحيط مدهون فيه دهان ما بصح التيمم، قال له لا يا ابني بصح. هذا هلا بنقول له حيط ولا بنقول له دهان؟ شو بنقول له؟ حيط. حط ايدي على الحيط، بسم الله نويت التيمم للصلاه، بيمسح وجهه. ضربه الثاني بيمسح ايدينه، خلص قوم صلي. هذا التيمم. التيمم ضربتان، هذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين. مع التيمم في عنا المسح على الجبيرة، وهذا أمر كثير ضروري. جبيرة واحد جرح ربط إيده، جرحت إجره ربط إجره. إن شاء الله الدرس الآتي منكمل شروط التيمم ومنكمل إن شاء الله المسح على الجبيرة.
لعل الله أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا.